على المحمود بجميل صفاته، سواء كانت من باب الإحسان، سواء الصفات دي من باب الإحسان يعني فعل، يعني صفات فعلية، نعم، مش صفات ذاتية، صفات الإحسان، أو من باب الكمال، أو من باب الكمال. طبعا أنا عندي، أنا دي ذات، نعم، دي ذات لذاتي، دي ذات. خد بالك، خليني برضو، دي أفعال ودي معاني. برافو عليك، عندي ذات وعندي صفة. بالنسبة للعالم يتفق الفلاسفة والمتكلمون أن كل ما في العالم ذات وصفات، أو ذوات وصفات، كل ما في العالم. بالنسبة لواجب الوجود عز وجل له ذات، احنا بنثبت الوجود الذاتي، يبقى ضرورة ذاتية بحسب ذاته، أما بحسب صفاته لا، هم صفات الله عز وجل عند الفلاسفة سلبية، لأننا لا نستطيع أن نعرفه بكنه ذاته، وإلا لكان مركبا. احنا نعرف ذاته، وهي دي عند المعتزلة متأثرين بالفلاسفة، قادر بذاته، ما فيش قادر بقدرة زائدة على الذات قديمة، وإلا لتعدد القدماء ليبقى تعدد الذوات. عالم بذاته برضه، حتى يرد على المسيحيين، جوهر واحد ثلاثة أقانيم كل أقنوم إله. قالت لا، الإله عندنا هو القديم، أو هو واجب الوجود لذاته، عالم بذاته، حي بذاته. يردون على النصارى أيضا في أن الروح القدس The Holy Spirit is God، إله أي معبود. لا، المعبود بحق عند المسلمين هو الذات الإلهية. وطبعا ما تيجي للمنطق، المنطق أنا بدرس التصورات كلها عشان تديني المفاهيم وتعريفاتها كلها دي، وتيجي قضية من ذات وصفات قائمة بتلك الذات، أنا بأخذ الموضوع من حيث الذات. نعم. الفرق بين وبين النصرانية، أنا عندي one essence، ذات واحدة. عندهم متأثرين بالفلاسفة substance، جوهر واحد. الجوهر قد يكون غير مركب كالجوهر الفردي كما يقول المتكلم، وقد يكون مركبا جسما، فسبستنس جوهر، ممكن يبقى جسم. وتديني بقى تركيب، ودي مشكلة بقى فلسفية كمان، الواجب لا تركيب فيه. فعندي ذات واحدة، هم ما البعض منهم يفسر سبستنس بإسنس، يعني بذات، يبقى ذات واحدة جوهر واحد، ذات واحدة ذات أقانيم ثلاث. الأقانيم دي هي مغايرة من مقتضى الذات، يعني معلولة للذات. أنا باخد هنا مقتضي بمعنى معلول، معلولة للذات. فالله اللي هو الاكزيستنس الوجود، أوجد الابن، والابن والأب والابن أوجد الروح القدس، فهما مخلوقان أزليان. ده مذهب الفلاسفة، يبقى محتاجان إلى الجوهر الواحد. طب كيف تصفونهما بأن كل منهما إله مساو للأب؟ مساو في المصدق وليس مساو في المفهوم. نتكلم منطق يا جماعة، على أساس إن إحنا يبقى المفاهيم صحيحة، مش نتكلم الكلام كولوكويال، الكلام العامي سلانج بحسب كل لغة يفهمها الناس. طب ما هيجي عندي مجسمة ومشبهة ويجعلون الله، يجي فرعون أنا ربكم الأعلى، أقول له ألم تكن أنت
يا فرعون تأكل الطعام وما يترتب عن أكل الطعام من الحاجة على الأقل إلى الطعام والحاجة إلى الإخراج. كانا وأمه يأكلان الطعام. المسيح عليه السلام، هتقول لي إله إزاي؟ هقول لك لأ، هو لا يستحق الألوهية، إنما اللي باقي كله ده تفسيرات عندكم. إذن المسيح عليه السلام، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قالوا سبحانك، يعني تعاليت وتعظمت وتنزهت يا ربنا، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، وما محمد أيضا إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات يموت أو قتل انقلبتم على أعقابكم. المسلمون عندهم إله واحد خلق كل العالم بما فيه من ملائكة، ملائكة الفلاسفة لهمش دعوة بيه، أو جن الفلاسفة أيضا ما لهمش دعوة بيه، أو ماديات أمامنا من كواكب وأرض ما فيها من جبال ونبات وحيوان وإنسان، كل فرد من هؤلاء مخلوق لله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني بالصفات الجميلة، سواء كانت بإحسان يعني إيه بفعل، أو من صفات الكمال. أنا عندي صفات سلبية تنزيهية، القدم، البقاء، المخالفة، الحوادث، القيام بنفس الوحدانية، دي صفات تخلية تنزيهية، أو صفات كمال. لا، صفات كمال عند الأشاعرة، لأنه من مقتضى أنه خلق العالم فهو قادر، والقدرة أثرت حسب ما خصصته الإرادة فهي كمال. خصصته ده يبقى جبل، ده يبقى أرض، ده يبقى نبات، ده يبقى حيوان، ده يبقى خصصته، ده يبقى رجل، ده يبقى أنثى، إلى آخر التخصصات دي حسب ما كشف عنه العلم. يبقى القدرة، ولذلك احنا بندرس القدرة أولا، لأن هي إيه متعلق الخلق الأول على طول حسب إيه ما الترتيب بقى عقلي مش ترتيب وجودي. فالقدرة مع الإرادة مع العلم أزلا وأبدا، فهي أزلية أبدية، ترتيب هذا ذهني. العلم أولا باعتباره كشف، الإرادة حسب ما خصصه العلم، القدرة حسب ما أثرت في ما خصصته الإرادة. إذا ثبتت التلاتة من باب الفعل اللي هو الخلق، اللي هي إيه؟ قدرة، علم، إرادة، دي ملزومة، ثبتت الحياة لازمة لها من مقتضاها. مقتضى هنا إيه؟ ملزوم ولازم، مش علة ومعلول، ده مذهب الأشاعرة. أما يجي بقى الشيخ الباجوري في شرحه لأرجوزة جوهرة التوحيد ده، أن الإيجي قال إن الصفات من مقتضى الذات، وهذه نزغة من نزغات العضد، أقول له لا يا شيخ يا باجوري، العضد يقصد من مقتضى الذات أن الصفة لازم، لازم، والموصوف اللي هو الذات ملزوم، لازمة للذات أي لا تنفك عنها، وليست الذات علة في الصفات، لأن الصفة لها شرط ولها لازم. وليس لها علة حتى في الحادث، عشان تبقى أنت عندك قدرة لابد يوجد الجسم. طب إذا الجسم خلاص العقل مفيش، مات الإنسان، يقول لك لا خلاص مفيش قدرة، مفيش علم، مفيش علار، فهي شرط، والشروط ونفي الشرط يستلزم نفي المشروط، فهي من مقتضى الذات، يعني ايه الذات ملزومة
علاقة والصفة لزوم مش علاقة عينية. لازمة وليست علاقة. هذا مذهب الأشاعرة، مش تقولها لي بقى وهذه نزغة من نزغات العضد. لا، العضد أشعري المذهب، وهو يفسر مقتضي ومقتضى بمعنى ملزوم ولازم، أي عدم الانفكاك. قد يكون الملزوم علة، قد، بس ليس دائما. إذا كان الملزوم واللازم متساويان ما صدقا. خلاص، ممكن. أو إذا كان، خد بالك بقى، الملزوم أخص واللازم أعم، يبقى برضو عدم لينفكك. كلما كان إنسانا كان حيوانا، لكن قد ينفك. ليس كلما كان حيوانا اللي هو الأعم كان إنسانا. فملزوم ولازم يصدقان ويكذبان إذا كان كل منهما مساويا للآخر، ولكن إذا كان بينهما خصوص وعموم وكن، فليس من الضرورية أن يكون كل منهما مقتض للآخر. طبعا صفات الكمال احنا قلنا من باب الفعل، القدرة، العلم، الإرادة، القدرة، العلم. لا، خلينا القدرة، الإرادة، العلم، أو العلم أولا بحسب التصور، يلي الإرادة، يلي القدرة. وهي وهي ملزومات، وثبوت الملزوم يؤدي إلى ثبوت اللازم اللي هو الحياة. فالحياة شرط، والشروط إيه يا شيخ؟ لوازم. شروط لوازم يعني خارج، ما هيش جزء الشيء. لوازم أي لا تنفككم. نعم. من باب نفي النقائص عند الأشاعرة بحسب النص، طبعا الدلالة المعتمدة أولا هي الدلالة النقلية، والدلالة العقلية تأتي وتؤيدها. السمع، البصر، الكلام. السمع لأن ضده إيه؟ الصمم. البصر ضده إيه؟ العمى. الكلام ضده إيه؟ الخرس. فمن باب نفي النقائص حصر الأشاعرة الصفات في سبع. صفات الكمال نقولهم كده: قدرة، إرادة، علم، حياة، سمع، بصر، كلام. طبعا بيجي الماتريدية يجيبوا لي التكوين وأنها من صفات الكمال الأزلية. الأشاعرة يقولوا لا، دي من متعلقات القدرة التنجيزية الحادثة. بيجي الباقلاني والجويني يجعلان من صفات الكمال صفة الإدراك ذات أصناف ثلاثة أو أنواع ثلاثة زي ما أنت عايز: إدراك ملموسات ناعم أو خشن، إدراك مذوقات حلو أو مر، إدراك مشمومات طيب أو خبيث. فالله عنده صفة الإدراك كصفة أو كصفات ثلاث، وهي صفة كمال. البعض توقف فيها لا يثبتها ولا ينفيها. البعض يعني بيثبتها ويثبتها بين بالعقل وليس بالنقل، لأن النقل ما جابش بيها. والبعض ينفيها لأن ما جاتش أصلا في القرآن، ويوهم الجسمية أي الحدوث، توهم الصفة دي. والبعض توقف لا بالإثبات ولا بالنفي. لكن الأشاعرة متفقون على الصفات السبع، أدي محل اتفاق بينهم من باب فعله أو من باب نفي النقائص عن الله تعالى، يعني دلالة الفعل أو دلالة نفي النقائص عن الله تعالى. دي صفة الكمال. وطبعا ده محل نزاع بقى، المعتزلة ازاي والماتريدية وأشياء كثيرة. قم في الدنيا وحي الأزهرة، وانصر على سمع الزمان الجوهرة، واخشع مليا واقض حق إمة، طلعوا به ظهرا وماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعظم سلطانا وأكرم مظهرا.